السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ الآن بالجزء الثالث والأخير من الوحدة الثانية، وحدة الدروس هاركات. درسنا اليوم بعنوان السيرفيس دوشمان، معناه السقوط الحر. طبعا نلاحظ أن جميع الأجسام التي تقع في مجال الجاذبية الأرضية سوف تخضع إلى قوة تعمل على جذب هذه الأجسام إلى مركز الأرض. على سبيل المثال، إذا كان لدي هنا كرة موجودة على ارتفاع عشان سطح الأرض، هنا أنا ممسك الآن بهذه الكرة. عندما أترك للكرة حرية السقوط، سوف تسقط الكرة هنا تحت تأثير الجاذبية الأرضية، يعني ستتولد قوة واللي هي قوة الوزن تحاول سحب هذا الجسم نحو مركز الأرض. التسارع الذي سيتحرك به الجسم في حال عدم وجود مقاومة الهواء، قيمة جي هي عبارة عن 9.8 متر في الثانية للتربيع، معناها هنا سرعة الجسم ستزداد بمقدار تقريبا 10 متر في الثانية كل ثانية. يعني في الثانية الأولى ستكون قيمة الفيلوسيتي هنا هي عبارة عن 10 متر في الثانية، في الثانية الثانية هنا سوف تكون قيمة السرعة حوالي 20 متر في الثانية بهذا الشكل. هنا نؤكد في السيرفيس دوشمان أنه لا يوجد لديه مقاومة هواء. مقاومة الهواء ما هي؟ عندما تسقط الأجسام على سطح الأرض تحتك جزيئات الهواء هنا، أو يحتك سطح هذا الجسم بجزيئات الهواء وتولد قوة معاكسة واللي هي قوة الاحتكاك. قوة احتكاك أسميها قوة مقاومة الهواء في هذه الحالة. طبعا تتعلق هذه القوة بعوامل كثيرة سندرسها لاحقا في مادة الفيزياء العامة. واحد، في حالة السقوط الحر هذه القوة غير موجودة إطلاقا. يعني إذا قمنا مثلا بالتجربة التالية، إذا أخذنا على سبيل المثال كرة حديدية بوزن 1 كيلوغرام، وهنا ريشة مثلا بوزن 50 جرام، هنا ريشة بوزن 50 جرام، هنا لدي كرة حديدية، سوف أسقط هاتين الكرتين أو هذين الجسمين عفوا على سطح الأرض بحيث أنه يقعان على نفس الارتفاع. يعني أنا رفعت الجسمين على ارتفاع h تساوي 10 متر. في الحالة العملية، أول سؤال يعني أو أول إجابة تخطر ببال الطالب عندما أقول له أسقطنا الكرتين في نفس الفترة الزمنية، أو أسقطنا الكرة والريشة في نفس الفترة الزمنية، أي منهما سوف يصل سطح الأرض أولا؟ يعني الإجابة الصحيحة وفق الحالة العملية هنا سوف تسقط الكرة الحديدية وتصل إلى سطح الأرض أولا، ثم تسقط الريشة هنا بسبب وجود مقاومة الهواء التي تؤثر بشكل أكبر على الريشة من تأثيرها على كرة الحديد. كرة الحديد سوف تصل إلى سطح الأرض أولا، لكن في حال إهمال مقاومة الهواء أو وضع هذه التجربة في غرفة مفرغة من الهواء، هنا قمنا بوضع هذه التجربة في مثلا غرفة وقمنا بتفريغ هذه الغرفة من الهواء، إذن هنا لدي غرفة مفرغة من الهواء. في هذه الحالة سوف يسقط الجسمان ويصلان إلى سطح الأرض بنفس الفترة الزمنية تماما. هنا يعني إذا كان هنا الفترة الزمنية استغرقت 2 سكند للوصول إلى سطح الأرض، سوف يستغرق الجسم الأول واللي هو الكرة 2 ثانية، ويستغرق الريشة أيضا 2 ثانية. معناها في هذه الحالة عند إهمال مقاومة الهواء تسمى هنا سيرفيس دوشمان، سقوط الحر. لا يوجد قوة تؤثر على حركة الأجسام غير قوة الجاذبية، يعني قوة مقاومة الهواء مهملة. نبدأ الآن في دراسة السيرفيس دوشمان. سوف نأخذ بعين الاعتبار الفكرتين التاليتين، أولا هنا نهمل مقاومة الهواء، 2 الأجسام دائما لها تسارع ثابت، يعني هنا تتحرك تحت ثابت إهمالي هركات. يعني معادلات الحركة التي أخذناها في الجزء الثاني سوف نطبقها في دراسة سقوط الأجسام التي تقع على ارتفاع ما من سطح الأرض، أو حتى في حالة القذف العمودي. يعني مثلا لدي القذف العمودي، هنا لدي شخص
يحمل كرة وقام بإطلاق هذه الكرة، يعني أعطاها سرعة بدائية نحو الأعلى وبشكل عمودي على سطح الأرض. هذا أيضا نطبق عليه نفس قوانين الحركة بتسارع ثابت، يعتبر أيضا حالة معاكسة للسقوط الحر. إذا هنا دائما قيمة الـ A هي عبارة عن G وتساوي بالتقريب بالدراسة نأخذها 10 متر في الثانية للتربيع في المسائل. القيمة الحقيقية هي 9.8 متر بير سكند سكوير. هنا عندما يسقط الجسم من الأعلى إلى الأسفل يكون مثلا في تسارع موجب، عندما أقوم بقذف الجسم نحو الأعلى يكون قيمة الـ A هي عبارة عن ناقص G ناقص 10 متر في الثانية للتربيع. يعني عمليا هنا يبدأ بسرعة بدائية ثم تتناقص هذه السرعة البدائية بمقدار 10 متر في الثانية كل ثانية حتى تنعدم عند أعلى ارتفاع تصل إليه الكرة. نبدأ الآن بدراسة الأفكار التي تخص السيرفيس دوشمان. وبالتالي أصدقائي، في المناطق القريبة من سطح الأرض حركة الأجسام تكون خاضعة دائما لتسارع ثابت، وقيمة التسارع هو تسارع الجاذبية الأرضية. يعني عند سقوط مثلا هنا يوجد لدي كرة يكون سرعة البدائية V0 تساوي الصفر. أنا الآن ممسك بهذه الكرة، أثناء السقوط هنا سوف تخضع لقيمة ثابتة للتسارع، هنا جهة الحركة نحو الأسفل، ودائما تسارع الجاذبية الأرضية يؤثر نحو مركز الأرض، وبالتالي أيضا هنا اتجاه G نحو الأسفل. قيمة التسارع الذي سوف تتحرك به هذه الكرة هو دائما 9.8 متر بير سكند سكوير، يعني سرعة الجسم هنا سوف تزداد بمقدار 9.8 متر في الثانية كل ثانية. هنا قبل ملامسة سطح الأرض هنا يملك الجسم أعظم سرعة وهي السرعة النهائية V. هنا كما ذكرنا سابقا عندما أقوم بترك جسم يسقط من ارتفاع ما عن سطح الأرض هنا سوف يخضع إلى قوة وحيدة واللي هي قوة الجاذبية التي تؤثر عليه بتسارع ثابت. هذا التسارع الثابت يسمى إيرتشيكميفمسي، يعني تسارع الجاذبية الأرضية. إذن هنا تسارع الجاذبية الأرضية قيمته دائما هي عبارة عن 9.8 القيمة التقريبية التي تستخدم في المسائل، هي 10 متر في الثانية للتربيع بقيمة تقريبية بنسبة خطأ صغيرة جدا. أيضا في حال مثلا كان لدينا هنا شخص وقام بإطلاق كرة نحو الأعلى وبشكل عمودي، يعني هنا سوف يعطي الكرة سرعة بدائية V0، هنا أثناء الحركة سوف تتناقص قيمة الـ V0 بمقدار 9.8 متر في الثانية كل ثانية. لماذا؟ لأن الكرة تتحرك عكس اتجاه الجاذبية الأرضية، هنا اتجاه الجاذبية نحو مركز الأرض، وبالتالي التسارع الذي سوف تخضع له هذه الكرة هو عبارة عن decelerated motion، يعني حركة متناقصة. يعني هنا عند أعلى ارتفاع قيمة السرعة النهائية سوف تكون صفر، وقيمة التسارع الذي سوف تتحرك بهذه الكرة هو ناقص جي، لأن جي دائما تؤثر نحو مركز الأرض، بينما هنا حركة الجسم في الاتجاه المعاكس. هنا في الحالتين الحركة تتم دائما وفق تسارع ثابت، وبالتالي سوف نطبق النوع من أنواع الحركة الذي درسناه في الدرس الماضي عندما يكون قيمة الـ A في هذه الحالة هي G، إما إذا كانت موجبة في حالة السيرفيس دوشما أو تكون سالبة في حالة قذف الجسم نحو الأعلى. هنا دائما القيمة هي ثابت، نطبق معادلات الحركة التي درسناها في الدرس الماضي. وبالتالي من الملاحظات الهامة جدا التي سنأخذها بعين الاعتبار عند دراسة السيرفيس دوشما، الملاحظة الأولى لا يوجد قوة تؤثر على هذا الجسم غير قوة الجاذبية، يعني هنا هوا سيرتين مسي، يعني هنا مقاومة الهواء تكون مهملة. إذن F هوا تساوي الصفر، يعني كون الحركة في المناطق القريبة جدا من سطح الأرض يمكن إهمال مقاومة الهواء،
وبالتالي كي أحصل على السوربيس دوشما يجب أن تكون مقاومة الهواء صفر. أيضا حالة الجاذبية تتغير باختلاف الموقع الجغرافي، يعني عندما نرتفع عن سطح الأرض تقل قيمة الجي، وبالتالي لحل هذه المشكلة دائما يعني الاختلاف يكون قليل جدا، أخذ جي هي قيمة ثابتة مقدارها 10 متر في الثانية للتربيع بنسبة خطأ ما تتجاوز 2%، يعني دائما في تطبيق المسائل نأخذ جي بمقدار 10 متر في الثانية للتربيع، إلا إذا ورد خلاف ذلك، يعني ذكر في نص المسألة أن قيمة جي هنا 9.8، هنا يسقط الجسم تحت تأثير الجاذبية، وقيمة الـ A هنا هي عبارة عن جي وتساوي 10 متر في الثانية للتربيع. الجسم في اللحظة T صفر يكون يملك سرعة بدائية هي V صفر تساوي الصفر. أثناء السقوط تبدأ السرعة هنا بالتزايد بمقدار تسارع الجاذبية الأرضية قبل ملامسة سطح الأرض بقليل، يحصل على السرعة النهائية وهي أعظم سرعة يصل إليها الجسم في هذا الارتفاع من أجل هذا السقوط. طيب، يعني أنا دائما بالمسائل أقوم بإهمال مقاومة الهواء، هنا F الهواء يكون صفر، يعني ممكن تتغير قيمة الجي باختلاف تغير الموقع الجغرافي. للتخلص من هذه المشكلة دائما أقول جي هي عبارة عن 10 متر في الثانية للتربيع بنسبة خطأ بسيطة. في هذه الحالة لما تكون حركة الأجسام من الأعلى إلى الأسفل تسمى سيرفيس دوشما. أما إذا كان لدي مثلا هنا شخص يقوم بإطلاق الجسم أو الكرة بشكل عمودي نحو الأعلى، هنا قيمة الجي هنا سوف تكون أو قيمة الـ A هي عبارة عن ناقص جي وتساوي ناقص 10 متر في الثانية للتربيع. يبدأ أو الجسم بسرعة بدائية هي V صفر كبيرة، ثم تبدأ بالتناقص في أعلى ارتفاع سوف تكون السرعة النهائية هنا تساوي الصفر. هنا نطبق معادلات الحركة بتسارع ثابت، المعادلات اللي درسناها في دراسة حركة الأجسام تحت تأثير تسارع ثابت. وبالتالي كون الأجسام هنا تتحرك تحت تأثير تسارع ثابت واللي هو تسارع الجاذبية الأرضية، هنا نطبق معادلات الحركة وفق تسارع ثابت. وبالتالي أنا لدي ثلاث معادلات تصف حركة الأجسام وفق تسارع ثابت. كانت المعادلات السرعة النهائية هي عبارة عن السرعة البدائية زائد التسارع مضروب في الزمن. الآن لدي أيضا معادلة الموقع X تساوي الموقع البدائي زائد السرعة البدائية مضروبة في الزمن زائد نصف A مضروبة في T للتربيع. المعادلة الخالية من الزمن هي عبارة عن معادلة مربع السرعة أو فرق مربع السرعة البدائية والنهائية، هو عبارة عن 2 الـ A في X ناقص الـ X صفر. وبالتالي لدي ثلاث معادلات تصف الحركة بتسارع ثابت. الآن يجب أن أحدد اتجاه الجي. اتجاه الجي يحدد حسب اتجاه المحور. دائما قيمة جي أو اتجاه تسارع الجاذبية الأرضية اتجاه التسارع الثابت يكون نحو مركز الأرض، يعني جي هنا باتجاه مركز الأرض وقيمتها كما ذكرنا سابقا هي 10 متر في الثانية للتربيع. الآن يمكن اختيار المحور X والمحور Y بشكل كيفي. لتبسيط الدراسة على سبيل المثال هنا نختار المحور مع اتجاه الواي دائما أو مع اتجاه الحركة، المحور واي مع اتجاه الحركة. على سبيل المثال هنا في حالة القذف نحو الأعلى، هنا اتجاه الحركة نحو الأعلى، هنا اتجاه الحركة، هنا لدي سرعة بدائية، هنا السرعة النهائية تكون صفر، هنا يحدث لدي تناقص في قيمة السرعة. اتجاه الجي دائما تؤثر نحو مركز الأرض نحو الأسفل، هنا اتجاه الجي، إذن الـ A هنا ناقص جي، ليش؟ لأن التسارع يؤثر عكس جهة الحركة وتساوي ناقص 10 متر في الثانية للتربيع. في الحالة الأخرى مثلا في حالة السقوط، في حالة السقوط لدي كرة على سبيل المثال تسقط من ارتفاع ما من سطح الأرض، هنا لدي الكرة تسقط وفق تساقط أو السقوط الحر، هنا يعني تحت تأثير الجاذبية فقط،
لا توجد مقاومة الهواء. في دراسة السقوط الحر لا يوجد مقاومة الهواء. في هذه الحالة التسارع هنا على سبيل المثال جهة المحور واي نحو الأسفل، يعني نجعل المحور واي دائما يتجه نحو الأسفل في حالة السقوط نحو الأسفل. في حالة القذف نحو الأعلى نخلي جهة واي نحو الأعلى، يعني المحور واي محور الحركة بإمكاننا أن نوجهه نحو الأعلى أو نحو الأسفل. أنا دائما أفضل أو أنه نعمل توجيه الواي مع جهة الحركة. هنا نلاحظ الجي يؤثر نحو مركز الأرض دائما، اتجاه جي يؤثر مع اتجاه واي، وهنا الجي يؤدي إلى زيادة السرعة. كانت البي صفر تساوي الصفر تزداد السرعة حتى تصل إلى أعظم قيمة قبل ملامسة سطح الأرض بقليل. يعني المحور واي نوجهه بشكل عشوائي إما للأعلى أو نحو الأسفل. إذا كانت هنا زيادة في السرعة أقول أن الـ A هو عبارة عن زائد G. إذا كان لدي تناقص في السرعة أقول الـ A هو ناقص G. وبالتالي قلنا أنه في حالة السقوط الحر أو القذف العمودي نحو الأعلى يكون قيمة التسارع ثابت. فالمعادلات التي سوف أستخدمها هي معادلات الحركة بتسارع ثابت. اتجاه A يحدد وفق اتجاه الجاذبية الأرضية، يعني في حالة سقوط الجسم نحو الأسفل تكون جهة الحركة مع جهة G تؤدي إلى زيادة قيمة السرعة. هنا قيمة الـ A موجبة. في حالة القذف نحو الأعلى هنا الـ V تتناقص واتجاه الجاذبية عكس جهة الحركة، وبالتالي أقول الـ A هي عبارة عن ناقص 10 متر في ثانية تربيع. الآن معادلات الحركة بتسارع ثابت. المعادلة الأولى هي V تساوي V صفر زائد الـ AT. معادلة الموقع كنا في الدراسات الماضية كنا ندرس على المحور الأفقي، الآن كون الدراسة على المحور Y بدل الرمز X سوف أخذها بالرمز Y. الموقع Y هو عبارة الموقع البدائي زائد V صفر مضروبة في T زائد النص AT مربع زائد أو المعادلة الأخيرة واللي هي المعادلة الخالية من السرعة V مربع ناقص V صفر للتربيع تساوي 2 A في Y ناقص Y صفر. بهذا الشكل المعادلات المطلوبة لدراسة الحركة. الآن الحالة الأولى هنا في حالة لدي شخص يقوم هذا الشخص بإطلاق كرة نحو الأعلى بهذا الشكل. هنا أول ملاحظة أنه جهة الحركة هنا نحو الأعلى مثل محور Y هنا يؤثر بهذا الشكل. على سبيل المثال Y نختارها بشكل كيفي، Y نحو الأعلى. هنا الكرة أثناء الحركة دائما اتجاه الجاذبية يكون نحو الأسفل، إذا هنا G يكون نحو الأسفل. لهالسبب قيمة التسارع راح تتحرك في هاي الكرة هو عبارة عن A هنا ناقص G. بالتعويض في المعادلة V تساوي V صفر بدل A أوضع ناقص G أحصل المعادلة الأولى. معادلة الموقع Y تساوي Y صفر زائد V صفر مضروبة في T ناقص كونه هنا أضع الـ A هي ناقص G أحصل على معادلة الموقع. يعني أنا يمكنني حساب ارتفاع الجسم عن سطح الأرض في أي لحظة زمنية T. المعادلة الثالثة واللي هي معادلات الحركة أو معادلات السرعة بدون زمن أقوم بالتعويض. لدي هنا الـ V صفر لها قيمة، الـ V final هي الصفر. الـ V final هي الصفر، أقول ناقص V صفر للتربيع تساوي لأنه هنا عند أعلى ارتفاع سوف تصل القيمة إلى الصفر، وبالتالي أقول ناقص V صفر للتربيع. طبعا يمكن حسابه في أي موقع زمني، أنا أقوم بحساب الآن عند أعلى ارتفاع فقط، يعني عندما يكون الارتفاع هنا 10 متر أقول هي ناقص V صفر للتربيع. السرعة البدائية هي عبارة عن 2 في ناقص G، يعني ناقص 2G مضروبة في Y ناقص Y صفر بهذا الشكل. ناقص مع الناقص تختفي، يعني أحصل على المعادلة V صفر تساوي تحت الجذر 2G في Y ناقص Y صفر بهذا الشكل.
عندما تكون نقطة الحركة أو بداية الحركة عند النقطة تي صفر تساوي الصفر، أضع واي صفر تساوي الصفر، إنه لا يوجد لدي إزاحة ابتدائية على المحور واي. في حالة السقوط الحر هنا لدي كرة موجودة في هذا الموقع تسقط تحت تأثير الجاذبية. هنا على سبيل المثال نجعل اتجاه المحور مثلا بهذا الشكل نحو الأسفل، نلاحظ أن قيمة الواي أو قيمة الجي الجاذبية هي عبارة عن زائد 10 وتساوي 10 متر في الثانية التربيع، قيمة موجبة. اتجاه جي هنا اتجاه الحركة نحو الأعلى، جعلت واي نحو الأعلى. اتجاه الحركة نحو الأسفل، جعلت المحور واي نحو الأسفل. هنا اتجاه الجاذبية مع اتجاه واي وبالتالي موجب. تعود في المعادلة، بدل الـ A سوف أضع جي، وفي المعادلة الثانية بدل الـ A سوف أضع جي. هنا ماذا يحصل لدي؟ الجسم سوف يبدأ بسرعة بدائية V0، يعني السرعة البدائية راح يتحرك بها الجسم هي V0 تساوي الصفر، يصل إلى أعظم سرعة عند قبل ملامسة سطح الأرض قليل، يعني بعد قطع المسافة Y. وبالتالي الـ V للتربيع ناقص صفر تساوي 2 في جي في واي ناقص واي صفر، يعني السرعة النهائية التي يصل إليها الجسم بعد قطع الارتفاع اللي هو هنا واي. على سبيل المثال إذا كانت مبدأ الحركة أو نقطة دراسة الحركة عند واي صفر تساوي الصفر، يعني لا يوجد إزاحة ابتدائية على المحور واي، وبالتالي هي عبارة عن 2 جي في واي. بهذا الشكل أصدقائي حصلنا على معادلات الحركة في حالة السيرفيس دشمة وفي حالة قذف الجسم نحو الأعلى. ملاحظات الهامة أنه دائما إذا أجعل المحور واي مع اتجاه الحركة، إذا كانت جي دائما تتجه نحو مركز الأرض، إذا كانت جي تسهم في زيادة التسارع تكون موجبة، إذا كانت زيادة السرعة عفوا تكون موجبة، وإذا كانت تسهم في تناقص السرعة تكون سالبة. لهذا السبب في الحالة الأولى تتناقص السرعة وبالتالي الـ A سالبة، هنا تزداد السرعة وبالتالي الـ A موجبة. هنا جعلت المحور دائما في حالة القذف نحو الأعلى مع اتجاه الحركة، هنا جعلت المحور Y في حالة القذف نحو الأسفل مع اتجاه الحركة، ويمكن اختيار Y بالاتجاه الذي ترغبون فيه نحو الأعلى نحو الأسفل، ولكن نأخذ قاعدة عند زيادة السرعة التسارع يكون موجب، عند تناقص السرعة التسارع يكون سالب. نبدأ الآن بحل المثال التالي. في المثال التالي لدي هنا شخص يقف على ارتفاع 10 من سطح الأرض ويمسك بكرة، وقام هذا الشخص بترك الكرة بدون سرعة ابتدائية، يعني هنا قيمة السرعة البدائية V0 تساوي الصفر. هنا بدون مقاومة الهواء سوف تسقط الكرة تحت تأثير الجاذبية فقط، يعني التسارع اللي راح تتحرك فيه الكرة قيمة الـ A هو عبارة عن زائد جي وتساوي زائد 10 متر في الثانية للتربيع بهذا الشكل. اتجاه الحركة هنا نحو الأسفل، والجي أيضا تؤثر نحو الأسفل، لهذا السبب وضعت جي موجبة. جي هنا سوف تسهم في زيادة سرعة الجسم، يعني قبل هنا ملامسة سطح الأرض بقليل سوف يصل الجسم إلى أعظم سرعة بدائية، أعظم سرعة عفوا نهائية يصل إليها في هذا الموقع. المطلوب إذا كان الزمن اللازم لسقوط الكرة من ارتفاع إلى سطح الأرض هو عبارة عن 10 سكند، الطلب الأول إذا كان الزمن 10 سكند المطلوب حساب السرعة قبل ملامسة سطح الأرض بقليل، السرعة النهائية. هنا لدي الحركة تحت تأثير تسارع ثابت، قيمة الـ A موجبة، وبالتالي نطبق المعادلة الأولى الـ V تساوي V0 زائد G مضروبة في T. الـ V0 تساوي الصفر كون تحرك بدون سرعة ابتدائية، وبالتالي 0 زائد 10 مضروب في 10، يعني قيمة السرعة هي عبارة عن 100 متر في الثانية. الطلب الذي يليه، ما هو قيمة الارتفاع الذي سقطت منه الكرة؟ يعني إما نستخدم المعادلة الثانية التي تحتوي على الزمن أو المعادلة الثالثة المعادلة الخالية من الزمن، يعني في المعادلتين
مثلا باستخدام المعادلة الثانية لدي y تساوي y صفر، اعتبارا انه هنا لا يوجد ازاحة ابتدائية، يعني كان مبدأ الحركة من الاوريجين بوينت، وبالتالي هي عبارة عن v صفر مضروبة في t زائد نص a t مربع. الآن لا يوجد سرعة ابتدائية، وبالتالي هنا الحد اختفى. إذن y تساوي نص g مضروبة في t للتربيع، وتساوي نص ضرب 10 ضرب 10 للتربيع، وتساوي هنا 5 ضرب 100، وتساوي 500 متر، هو الارتفاع الذي سقطت منه هذه الكرة، ارتفاع عالي جدا. أو بالطريقة الثانية، مثلا الطريقة الثانية واللي هي معادلة مربع السرعة، v مربع ناقص v صفر للتربيع تساوي 2 ال a في y ناقص y صفر، يعني 2 ال a في y، واتفقنا أنه لا يوجد v صفر، وال v النهائية التي حسبتها هي عبارة عن 100، 100 للتربيع يعني 10000، تساوي 2 ضرب 10 ضرب ال y، وتساوي y هي عبارة عن 10000 أو 10 باور 4 على 20 بهذا الشكل، وتساوي 500 متر بهذا الشكل. أصدقائي يعني نكون قد أخذنا الأفكار الأساسية التي تخص السيرفيس دشمة، وانتهينا بذلك من شرح المحتوى النظري للوحدة الثانية، وحدة الدوراسيل هركات. أتمنى لكم أصدقائي دوام التوفيق والنجاح، على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.